للمرأة الفلسطينية هي جزء من حالة حراك شعبي وطني اجتماعي سياسي، كانت في البداية في مقدمة الصفوف، وكانت هي الشهيدة والاستشهادية على خاضت معركة النضال الوطني. وإذا بدي أتحدث عن دلال وعن شادية أبو غزالة وعن فاطمة البرناوي وعن رموزنا الوطنية، لم تتوانى في لحظة من اللحظات عن دورها، لا دورها الوطني ولا دورها السياسي ولا دورها الاجتماعي ولا دورها الاقتصادي.